وجود كائنات فضائية من عدمه موضوع الإنسان مقدرش يحسمه من آلاف السنين، ولحد دلوقتي في شواهد غريبة مقدرش الإنسان يفسرها أصلاً، وده رغم التقدم العلمي الكبير اللي وصله. الجديد بقى المرة دي من المكسيك، خصوصاً بعد الاكتشاف الأخير اللي كان غريب وملفت للنظر واللي اتعرض في جلسة استماع أمام الجميع في برلمان المكسيكي، بقايا محنطة لمخلوقات غريبة غير بشرية. الصحفي المكسيكي خايمي موسان واللي مهتم بدراسة الأجسام الطايرة المجهولة هو اللي قدم صندوقين أشبه بالتوابيت، قال إن اللي فيهم بقايا محنطة لكائنات فضائية واللي تم العثور عليها في البيرو بالقرب من خطوط ناسكا القديمة في سنة 2017، ووصف البقايا على إنهم جثتين لكائنات فضائية وتم تقدير عمرهم بحوالي 1000 سنة، وبتظهر البقايا بثلاث أصابع في كل إيد وراسين ممدودين. لكن الصحفي ده اللي وقع سابقة في 2015 لما جاب عينات شبيهة وقال لك إيه الحق لقينا كائنات فضائية، وعمل وثائقي في منصة جايا المشبوهة بتاعة الكائنات الفضائية اللي بنت الأهرامات دي، وفي النهاية اتضح إنها جثة لطفل بشري عادي من أكتر من 1000 سنة بس متحنطة بطريقة خاصة، وإن الراجل ده فبرك أدلة عشان يقول إنها كائنات فضائية. المهم عشان يعرفوا تفاصيل أكتر عن الجسمين اللي هم بثلاث صوابع زي البط دول ودماغهم عاملة زي القلقاسة اللي متقشر نصها، تم إجراء صور بالأشعة السينية وإعادة بناء ثلاثي الأبعاد وتحليل الحمض النووي على البقايا دي. وعلى الرغم من التحليلات الأولية اللي أظهرتها الفحوصات وإنها أجساد ليست بشرية، إلى أن 30% من تركيبها الجيني لسه مش معروف. ومن هنا اعترفت المكسيك بوجود كائنات فضائية، لكن ناسا قالت إحنا لسه مش متأكدين. ورغم كده يجب التنويه إلى أن الاكتشاف ده ما يعتبرش إثبات نهائي على وجود حياة فضائية، لكن الموضوع هيفضل مثير للنظر وهيفتح أبواب للتساؤل من جديد، هل فعلا في حياة خارج كوكب الأرض ولا لا؟ لكن المفاجأة في تصريح رئيس ناسا بيل نيلسون، واللي قال أنه شخصيا يعتقد أن الكائنات الفضائية موجودة بالفعل وينتظر العثور عليها، لكن أكد أن دي وجهة نظر شخصية وإن هناك أعداد هائلة من الكواكب المأهولة في جميع أنحاء الكون. وقال كمان إن من خلال تلسكوب جيمس واب وبالنظر للكواكب الخارجية بدأنا دلوقتي في الاستكشاف بشكل أفضل، وفي مكان ما هناك سنكتشف كوكباً حجرياً آخر متوسط الحجم حول الشمس أو نجم متوسط الحجم على مسافة مناسبة تماماً يحتوي على الكربون وسيكون له جو صالح للسكن. وقال نيلسون بالحرف إذا سألتني هل أؤمن بوجود حياة في كوكب شاسع للغاية بحيث يصعب علي أن أفهم مدى ضخامته، فإجابتي الشخصية هي نعم. السؤال بقى، تفتكر مين ليه مصلحة إنه كل شوية يهدد العالم والبشر بأننا مستهدفين من كائنات خارج الكوكب؟ يعني الأسلحة المدمرة والصراعات الدايرة دي كلها مش كفاية تخلي الناس تخاف وتعيش الكوكب في رعب؟ على العموم تعتقد بوجود الكائنات الفضائية أو لا مش هتفرق كتير، خليك في حالك وقول يا رب تعدي 50-60 سنة دول على خير.